هيا يا أصدقائي حان وقت اللقاء. السادس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في يوم جديد ومع درس جديد من دروس اللغة العربية. ودرسنا لهذا اليوم بعنوان المثنى وإعرابه. أعزائي وأبنائي، نقرأ الآن بعضا من الأمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. المثال الثاني: تفوق الولدان في دراستهما. المثال الثالث: حفظا مؤنس صورتين من جزء تبارك. نلاحظ أعزائي وأبنائي الطلبة في الأمثلة السابقة أن كلمة عامين التي تحتها خط، والولدان، وأيضا كلمة صورتين، كلمات التي وردت في هذه الأمثلة نلاحظ أنها في الأصل عام زائد عام. الولدان ولد زائد ولد. أيضا كلمة صورتين هي صورة زائد صورة. فنقول أعزائي وأبنائي الطلبة في المثال التالي: تفوق الولدان في دراستهما، أن كلمة الولدان هي في الأصل كلمة الولد. قمنا بتثنية هذه الكلمة بزيادة ألف ونون فأصبحت مثنى الولدان. أيضا لدينا في المثال الثالث كلمة صورتين، هذه الكلمة بالأصل هي كلمة صورة، قمنا صورة واحدة، قمنا بتثنيتها بزيادة ياء ونون فأصبحت الكلمة صورتين. نستنتج مما سبق أعزائي وأبنائي الطلبة أن المثنى هو اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، وبزيادة ياء ونون في حالتي النصب والجر. أعزائي وأبنائي إلى واجبنا المنزلي، دمتم بحفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في درس آخر.